الله يعطيكم العافية الجميع، عذرا على التأخير. محاضرة الأربعاء بدأنا بالتري والديفينيشنز والفيتشرز، وبدأنا كتبنا الكلاس تبعت النود اللي خاصة في التري طبعا، اللي هي في الباينري سيرش تري، اللي بتحتوي على الداتا وبتحتوي على نود ليفت ونود رايت. بحيث حكينا الباينري سيرش تري لازم يكون كل نود ات موست على الاكثر يكون لها تو تشيلدرن اسمائهم، احنا سميناهم ليفت تشايلد ورايت تشايلد، بلس انه تكون اي قيمه على يسار اي نود تكون اقل منها، واي قيمه موجوده من او نوصل لها من يمين النود تكون اكبر منها. واخذنا الميكانيزم تبعت الانسيرشن كيف احنا بنطبقها، واخذنا الكود ورجيناكم اياه، بحيث كانت الفكرة تتمركز إنه يكون في عندي two objects معرفينهم ابتداء من الروت، سميناهم for example p و nn، وطول ما هو nn not equal null بيكون اللوب شغال، بحيث إنه ال value اللي بدنا نضيفها إذا كانت أكبر من nn dot data فال nn بغير الادرس تبعه to the right address، وإذا كان ال value أقل من nn dot data فالان بغير الادرس تبعه اذا تو ذا ليفت ادرس، برجع بعد ما يغير تو ذا رايت ادرس او تو ذا ليفت ادرس اذا وصل الى نل بيطلع، اذا لا البي يساوي ان بالحقه. كان الهدف من البي انه يوصل للنود اللي بدها تصير بيرنت، بحيث الان لما يوصل نل بنشئ النيو نود وبضع فيه الداتا وبخلي الليفت والرايت نل، بعدين بشوف هل الفاليو اكبر من بي دوت داتا فبتصير بي دوت رايت ايكوال ان ان، واذا اقل بي دوت ليفت ايكوال ان ان. هذا الكلام شرحناه بالتفصيل في محاضره الاربعاء. تمام، اليوم ان شاء الله راح ناخذ الديليت اجلتد الترافيرسل اللي هو الطباعه، لسبب انه الترافيرسل باخذ تقريبا من وقت المحاضره 40 دقيقه، لكن مشكله انك لما تشرح ترافيرسل 40 دقيقه ما تبقى من الوقت ما بينفع انك تشرح فيه الديليت، يعني راح يخرب لي المحاضره، لكن الديليت يحتاج الى المحاضره باكملها، فراح نشرح اليوم الديليت بالمحاضره اللي هو فقط الديليت بالكامل لانه حالاته كثيره شوي او مفصله. بعد هيك بكره ان شاء الله اذا الله اراد بناخذ الترافيرسال مع ميثودز ثانيه، هيك بتزبط الامور معنا افضل. خلينا نعمل، بلشنا ريكوردينج. كويس، شير، لا مش لهاي، احنا بدنا شوي نذكركم بالتري هنا، هاي الانسيرت اللي اخذناها في المحاضرة الماضية، بس اعادة تذكير بستقبل الفاليو، هاي التو اوبجكتس اللي بيبدأوا من الروت البي والان ان، وطول ما هو الان ان نوت ايكوال نل بي يساوي ان ان، بعدين بدنا نشوف الان ان بده يروح على الرايت بناء على الفاليو اللي بدي اضيفها اللي هي اكبر، ولا يروح على اليسار على الليفت اذا كانت اقل، برجع اذا ظل لساته نوت ايكوال ان ان بفوت بخلي البي يلحق الان ان وهكذا. وهون لما يطلع يكون نيو نود ان ان دوت داتا يساوي الفال وليفت رايت خليهم نل، واذا كانت الفال اكبر من بي دوت داتا فبي دوت رايت ايكوال ان ان و else بي دوت ليفت ايكوال ان ان. هذا اللي شرحنا يوم الأربعاء. طيب نبدأ في موضوعنا اليوم إن شاء الله اللي هو الديليت في الباينري سيرش تري. باينري سيرش تري، خلينا نضع قيم نعملها insert، بعدين نشوف حالات الديليت اللي بدنا احنا نضيفها. خلينا نشوف نرسمها. طبعا حكينا اول value هي الروت هي 50، يسارها 30، اجت العشرين تبدأ من 50 اقل بروح ليفت، اقل من 30 بروح ليفت، وبالتالي هون 20. 27 اقل من 50 بروح ليفت، اقل من 30 بروح ليفت، اكبر من 20 بروح رايت.
الآن 90 أكبر من 50 مباشرة رايت وصل لنل بنشئها هون. 88 أكبر من 50 راح رايت أقل من 90 راح ليفت. ثلاثة وستين أكبر من 50 راح رايت أقل من 90 ليفت أقل من 88 ليفت. 70 أكبر من 50 راح رايت أقل من 90 ليفت أقل من 88 ليفت أكبر من 63 رايت. 75 أكبر من 50 رايت أقل من 90 ليفت أقل من 88 ليفت أكبر من 63 رايت أكبر من 73 كمان رايت. طيب خلينا نكمل لأنه أنا بدي إشي معين يكون موجود. دكتور في 75. أنا آسف. كويس شكرا لك. أنا ما فس لحظة، لا هي 70 مش 73 هيها صح؟ تمام أنا كتبتها غلط. أوكي شكرا لك. تمام الآن راح نيجي 100 نضيفها راح تيجي هون بعد 100 في عندي بتكون مدروسة شوي 97 95 92 يعني هيك 97 أكبر من 90 راح يمين أكبر من أقل من 100 هي 97 بعدين تيجي 95 بعدين تيجي إيش 92 بعد 92 بدنا نحط 93 93 أكبر من 50 راح رايت أكبر من 90 راح رايت أقل من 100 ليفت أقل من 97 ليفت أقل من 95 ليفت أكبر من 92 ممتاز. هاي عندي هالباينر سيرش تري بدنا نشوف شو قصدنا بالحالات لعملية الحذف. الآن أنا بس بدي أحذف نود معينة، هو الهدف ليس النود وإنما الهدف هو الداتا. يعني أنا بدي أحذف 88 بغض النظر هي وين موجودة for example، أو بدي أحذف 30 بغض النظر هي موجودة. أنا لما أجي أحكي كلمة delete أو حذف سواء في الداتا ستراكتشر أو بالويندوز بالأوبريتنج سيستم whatever، هو الهدف إنه هاي الداتا ما بدي إياها، إما لتوفير سبيس أو لأني أنا مش بحاجتها، خلص هاي الداتا بدي ألغيها. لكن عندنا في الباينر سيرش تري وضع النود يحدد الميكانيزم لعملية الحذف. شو المقصود وضع النود؟ يعني كنتوا تشوفوا أنتوا أن وضع النود إذا كانت هيد في اللينكت ليست له طريقة، وإذا كانت تيل له طريقة، وإذا كان في النص له طريقة، بنفس الأسلوب في الباينر سيرش تري. احنا اخذنا انواع النود في الباينري سيرش تري، حكينا اما بكون روت او بكون انترنال او بكون ليف. في الديليت يجب اني اعرف انه النود اللي بدي احذفها هي واحدة من ثلاث حالات، اما هي ليف او الها one child has one child، او انه هاي النود has two children. ارجع عيد، وضع النود اللي بدي أحذفها واحد من ثلاث، إما وضع حليف أو has one child only أو has two children. لكن قبل ما أوصل لهالثلاث حالات يجب أني أوجد النود أو ألاقي النود اللي بدي أو بتحتوي على الداتا اللي بدي أحذفها عشان يصير لها اسم. بالمناسبة إحنا بالديليت راح أورجيكم يوم إن شاء الله كمان شوي في عنا four methods. ميثود مسميه أنا ديلي وميثود مسميه ديليت نود وميثود مسميه فايند بيرنت وميثود مسميه فايند سكسسور.
هذول الأربع methods نستخدمهم في عملية الديليت. الفايند سكسسور بنستخدمه في كيس واحدة فقط اللي هو آخر واحد هذا، مش دائما بنستخدمه، لكن هذول الثلاث دائما بنستخدمه. الديلي شو وظيفته؟ الديلي بيستقبل داتا أو val ونود n. ليش؟ وكأني بحكي له ابحث لي عن هاي الفاليو ابتداء من هاي النود. طيب يا دكتور ليش ابتداء من هاي النود؟ مش احنا دائما بنبدأ من عند الروت؟ نعم دائما بنبدأ من عند الروت في عمليات الانسيرشن والبحث، إلا في كيس معينة في الديليت ما راح أبدأ بالروت لما أبحث، وراح تشوفوها اليوم بإذن الله. وبالتالي الديلي شو وظيفته؟ وظيفته بتبعت له أنت الفاليو اللي بدك تحذفها، وبتبعت له من وين يبدأ. فإذا كان الفاليو أكبر من أندوت داتا استدعي نفسك وبعت الفاليو أندوت رايت. أما إذا كانت الفاليو أقل من أندوت داتا فاستدعي نفسك وبعت الفاليو أندوت ليفت. طيب لا هي أكبر ولا هي أقل، ماذا تعني؟ إيش رأيكم؟ احذفها نفسها. إذن وجدها نفسها، لما يوجدها نفسها شو راح يعمل الديلي؟ ما بحذفها لسه. الديلي راح يستدعي الميثود اللي اسمه delete node. delete node بيستقبل هاي الان الادرس اللي هو هذا اللي بيحتوي على الداتا نفسها بإشي اسمه del. إشي اسمه del. الدل هي راح تكون اسم النود اللي بدي احذفها. مين اللي بيلاقي الميثود اللي اسمه ديلي اللي سميناه احنا ديلي؟ بنبعث له الفاليو، بنبعث له الادرس اللي بيبدا من عنده البحث. بمجرد ما وجدها بيستدعي الميثود اللي اسمه ديليت نود. الديليت نود بيستقبل هذا الباراميتر بشيء اسمه ديل. هيك انتهينا؟ لا ما انتهيناش لسه، ما بنقدر نبدا بالحاله. الديليت نود اول سطر فيه هو الفايند بيرنت، او جد لي البيرنت لهذا الدل. يعني بمعنى اذا انا بدي احذف هاي النود على سبيل المثال، يعني خلينا كمان نضيف كمان قيمه مثلا 10 تيجي هون. اذا بدي احذف هاي النود لازم ان يكون هاي اسمها بي اللي هي البيرنت. اذا هاي دل هاي بيرنت. مين اللي بوجد البيرنت وكيف بيلاقي؟ هو الفايند بيرنت. فالديليت نود بيستدعي الفايند بيرنت وبعمل ريتيرن للادرس بخزنه في بي. خليني قبل ما نبدا بالحالات اورجيكم بس التسلسل الكلام اللي حكيته فقط، من غير ما نحكي كيف بدنا نحذف وشو هي الحالات، لسه ما بداناش. احنا حكينا بدنا نحذف لازم يوجد الادرس للفاليو اللي بده يحذفها نسميها دل، ويجب بعد ذلك انه يوجد البيرنت لهاي النود اللي سميناها دل عشان نقدر نبدا نحكي بالحالات تبعت الحذف. خلينا نشوف. هذا الميثود اللي حكيناه بيستقبل فاليو والادرس اللي بيبدا من عنده الحذف، مش الروت. لا مش دائما الروت، وراح نعرف انه هل هو الروت او لا. ليش مش دائما الروت؟ راح نعرف ان شاء الله. الان اول شيء راح يبدا فيه if n not equal what null. if n not equal null. طول ما هو الان لا يساوي null كمل. هل الفال اكبر من n dot data؟ اذا نعم استدعي نفسك وابعث الفال وابحث من الرايت. هاي الرايت هي اللي راح تصير الان الجديده، يعني الرايت تبعت الان الحاليه كادرس، لانه الثنتين اسمهم نود او نوعهم نود، ابعتها لان. else هل الفال اقل من ان دوت داتا؟ اذا اقل استدعي نفسك وابحث عن الفال ابتداء من الليفت اللي هي راح تصير الان الجديده. else شو معناها؟ لا هي اكبر ولا هي أقل، وهي not equal null at the same time، معناتها هي. معناته أوجد النود أو وجد الأدرس اللي بيحتوي على هاي الفاليو اللي بدك تحذفها. بمجرد ما وجدها مباشرة راح يستدعي الديليت نود ويبعث الآن لمين؟ للديليت نود
استدعاه واستقبله بالدل. طلع أول سطر في الديليت نوت شو حكى؟ نوت بي find parent لدل ودل دوت داتا، يعني ابحث لي عن البيرنت تبعت الدل للادرس مع الدل دوت داتا واعمل لي ريتيرن. هذا اكيد ما دام بي يساوي اسم ميثود اكيد بيعمل ريتيرن لسمثينج، والبي نوع نود معناته بيرجع نود، بيرجع ادرس تو نود. تمام. طيب خلينا نشوف الفايند بيرنت كيف بيشتغل. الفايند بيرنت نفس اسلوب اللي هو الانسيرشن، تو اوبجكت بيلحقوا بعض، لكن هون بيلحقوا بعض مش من اجل الاضافه، عشان يحدد البيرنت. انتبه معي، استقبل الدل بان واستقبل الفاليو الان دوت داتا الدل دوت داتا، عرف بي وان يساوي روت. نفس الاشي لو تلاحظ كوبي بيست وايل ان ان نوت ايكوال نال، بي يساوي ان ان. اذا كان الفال اكبر من ان ان دوت داتا توجه الان ان للرايت، اذا كان اقل توجه الان ان لوين؟ للليفت. اذا لا هو اكبر ولا هو اقل ونوت ايكوال نال معناته نفسها. وجد اف ان ان يساوي ان، الان ان اللي هو اللي بدا من الروت هيو، والان اللي هو الدل. اذا كان الان ان انت موجود على الدل اعمل بريك. وين صفى البي؟ البي صفعت على البيرنت، لانه لسه لو اذا وصل البريك ما بكون لحق ايش يعمل بي يساوي ان ان، لانه هون ما في ايلس. انت لاحظ بعد يروح، بعد ما يروح على الليفت او بعد ما يروح على الرايت بيسال وصلت للدل ولا لا. مفهوم؟ يعني هو يا اما راح رايت يا اما راح ايش ليفت. بعد ما يروح رايت او بعد ما يروح ليفت بيسال هل انت وصلت للدل، مين هي الدل اللي هي استقبلها بان. هون اذا وصلت للدل اعمل بريك. طب وين البي صفت بعد ما راح ليفت او رايت؟ بكون على البيرنت، بيعمل ريتيرن لمين؟ للبي. وبالتالي بهذا الاسلوب هو اوجد البي وخزن لي اياه في البي اللي عرفته في الديليت نوت. اذا قدرت اني اسمي الادرس للداتا اللي بدي احذفها بدل واوجدت البيرنت لهاي الدل وسميتها بي، الان احنا جاهزين نبدا بالحالات اللي بتبدا من الاف ستيتمنت. ما راح نشرحها الان الا بعد ما نحكي على الرسم، بعدين بنرجع للكود. إذا الهدف من هاي البداية إنه لازم نعرف إنه في عندي أربعة ميثودز بيشتغل في عملية الديليت، هذول أهم ثلاث طبعا، والرابع مهم لكن هو فقط عند كيس معينة نستدعيه. فالديلي وظيفته برجع أعيد إنه يوجد الأدرس للداتا اللي بدي أحذفها، بضل يستدعي نفسه يبعت الليفت والرايت إلى أن يصل إلى الادرس اللي بيحتوي الى على الداتا، بيستدعي الديليت نود، الديليت نود بيستقبلها بايش؟ بدل، بيبعث له الان. الديليت نود بيستدعي الفايند بيرنت وبيخزنه في بي. فمثلا زي ما حكيت لكم بدي احذف هاي النود، هاي صار اسمها دل وهذا اسمه بي. الان بنيجي للحالات اللي حكينا عنهم الثلاث، انه النود اللي اسمها دل هل هي ليف ولا has one children only ولا has two children. في كل مرة شو بدنا نعمل؟ طيب كيف بدي أعرف إنه الدل هو ليف ولا لا؟ مين يجاوبني؟ كان الرايت له نال والليفت له نال. نعم. إذا مين يجاوبني بالله؟ محمد عماد. طيب زي ما حكى زميلكم محمد انه اذا كان الليفت للدل equal equal null and شرط and at the same time الان dot right equal equal null معناته انت قاعد بتحكي عن حالة الليف، زي العشرة زي السبعة وعشرين زي الخمسة وسبعين زي الثلاثة وتسعين. افرض انا بدي احذف العشرة، هون في عندي جوا حالة الليف في عندي تو سب كيسز. ايش هما؟ انه الدل هل هو جاي على ليفت البيرنت ولا الدل جاي على مين؟ على رايت البيرنت. ليش؟ لانك انت لما بدك تحذف الدل بدك تقطع الرابط مع البيرنت. يعني اذكركم بإشي باللينكت ليست، لما كنت انا بدي احذف نود معينة
كان هاي اسمها دل وهاي اسمها تم. ما دام بدي احذف الدل بدي اقطع الرابط عنها ويصير زي هيك. وهون نفس النقطة، إذا أنت بدك تحذف نود معينة البيرنت إلها بدك تعرف هل الدل هي ليفت البيرنت ولا رايت البيرنت. عشان إذا بدي أحذف الدل مثلا هون بدي أقطع هذا الرابط، فكيف بدي أعرف هل الدل هو ليفت البيرنت ولا رايت البيرنت؟ بدي أسأل اف البي دوت ليفت إيكوال إيكوال دل، معناته بي دوت ليفت إيكوال نال. إذا مش ليفت خلص ما في داعي أرجع أسأل، بس حط else p dot right equal. إذا الدل مش ليفت البيرنت، مش ليفت ال p بعد ما أوجدناها طبعا، أكيد هو الرايت. بعد هيك بجميع الأحوال دل يساوي نال. هاي الحالة اللي بسميها ليش ليا، هاي حالة، هاي الحالة الثانية two sub cases، هاي p هاي دل هاي p هاي دل. في حالة الليف طبعا إذا تحقق هذا الشرط else. خلينا أورجيكم case by case. هاي أول إشي لي حالة الليف if del dot left equal equal null and del dot right equal equal null، في حالة الليف بدي أتأكد الدل جاي على left parent. إذا p dot left equal equal del فاقطع الرابط، خلي البي دوت ليفت نل خلاص ببطل دل. إلس خلي البي دوت رايت إيكوال نل. وبجميع الأحوال بغض النظر دل قطعنا الرابط من الليفت البيرنت ولا رايت البيرنت، الدل يساوي نل. إلس نوت ليف. طيب بدي منكم الآن، هذا مسألة برمجية بحتة ما إلها علاقة بالداتا ستراكشر، اقرأ هاي الإف ستيتمنت مظبوط، واقرأ هاي الإف ستيتمنت مظبوط، واحكي لي ليش وضعنا الالس هون، ما ضرورة وضع الالس؟ وليش مين عنده جواب يجاوب؟ دكتور اللي فوق هي للليف واللي تحت هي للانترنال. اللي تحت للون تشيلدرن، بس ليش ضروري وجود الالس؟ اللي فوق هي اند واللي تحت اور. طيب بدك تفرق بينهم. شلنا الالس شو بصير؟ ها انا هذا سؤالي، شلت الالس بدناش اياه شو بصير؟ بتحققوا الشرطين. متى؟ وين هلا بتحكي؟ انا مرام. يا مرام متى بتحققوا الشرطين؟ لما تكون ليف بتحقق الشرط الأول، وبرضو بتحقق الشرط الثاني، لأنه يا إما ليفت هنال أو رايت هنال، فنفس الإشي. 100% كلامكم سليم 100%. إذا وجود الإلس هنا مهم جدا. صار يكتب عربي ها. وجود الإلس جدا مهم، لأنه إذا بدك تستثني الليف من الشرط الثاني لازم تحط إلس، لأنه اللي فوق هي الليف، هو الشرط للليف. فإذا ما كان ليف بيجي على الشرط الثاني، أما إذا كان ليف وما في إلس ما هم الشرطين بيزبطوا للليف اللي فوق واللي تحت، لأنه اللي فوق راح تكون true and true true، واللي تحت راح تكون true or false أو false or true. وبالتالي وجود الالس مهم. بدك تستغني عن الالس بدك تسوي كومبليكيت او يعني تعقد الاف ستيتمنت بزياده عشان تزبط معك. كيف تعقد هذا؟ شلنا الالس بدنا نخلي الاف ستيتمنت الثانيه كيف تكون؟ اف دل دوت ليفت ايكوال ايكوال نال اند دل دوت رايت نوت ايكوال نال اور دل دوت ليفت نوت ايكوال نال اند دل دوت رايت ايكوال ايكوال نال. يعني بدك تخلي مره هاي نال وهي نت نال بينهم and or، والثاني واحد تعكس تخلي اللي كانت مش نال نال واللي كانت نال مش نال. ما في داعي اني اكبر الاف ستيتمنت، الالس بتخدمني هون. تمام هي واحد. اثنين غلط ابدا بهاي الاف ستيتمنت ككيس نمبر 1 لنفس السبب، لنفس السبب
يعني غلط احط الاف ستيتمنت تبعت الليف تحت وهي تكون ايش فوق، لانه زي ما حكى زميلكم هون حكت زميلتكم مرام انه هذا اذا بدون ايلس هاي الاف ستيتمنت لوحدها بتشمل الحالتين اللي هي الوان تشيلدرن ومين والليف. اوكي نرجع للرسمه ايلس اف طبعا هنا كيس نمبر 2 has one child if del dot left equal null or del dot right equal null. Lee has one child. بضرورة وجود else وعدم الابتداء بهذا الشرط. طيب ال else مين للي؟ هنا راح ينشأ عندي عدة حالات. أربعة. هناك كانوا ثنتين. Two sub cases هي واحدة ثنتين. هون راح يبدأ أربعة ليش؟ لأنه زي هون راح يكون في عندي الدل هو ليفت البيرنت لكن قد يكون الشيلدرن الوحيد للدل إما ليفت أو رايت ونفس الشيء إذا كان الدل رايت البيرنت فمن هون صار في عندي 4 sub cases. طيب نيجي نحكي هون لو كتبنا هون 40 وهون 30 شو لازم القيمة اللي تكون هون؟ أقل من 30 100% وهي بوضع الطبيعي أقل من 40 أكيد. طيب لو كان هون 40 وهون 30 شو القيمة اللي لازم تكون هون؟ أكبر من 30 أقل من 40 100% فاختار من 31 إلى 39 اللي بيعجبك هي 35 نفس الإشي هون لو كان هنا 40 وهون 50 فهون يجب أن تكون أقل من 50 وأكبر من 40 فمثلا 45 وهون لو كان 40 50 أكيد راح يكون أكبر من 50 وأكيد أكبر من 40 فمثلا 55. طيب شو بدنا نحكي بنفس الأسلوب إذا كان الـ p.left تساوي del بده يفوت بس 2 sub cases إيش هما؟ إذا كان الدل dot left not equal null معناته ال parent موجود وال children موجود على اليسار فاقطع لي هذا الرابط وخلي ال p dot left equal what del dot left else p dot left equal del dot right لأنه بجميع الأحوال هاي القيمة أقل من 40 زي ما حكيت لكم وبتيجي محل ال children اللي حذفناه اللي هو الدل فإذا كان ال p dot left equal del بدي فوت ب two sub cases هل الدل دوت ليفت نوت ايكوال نال؟ إذا يس فبي دوت ليفت ايكوال دل دوت ليفت إلس بي دوت ليفت ايكوال دل دوت رايت زي عنا هون مثلا لو اعتبرنا انه هاي دل وهاي بي راح تيجي 63 محل الدل بتيجي هيك خلص وهاي دل يساوي نفس الاشي لو كان عندي على اليمين بهذا الشكل هاي دل هاي بي تكون بهذا الشكل خلينا نشوف الكود هاي has one children طلع نفس الشرط اللي وضعناه هون بي دوت ليفت ايكوال ايكوال دل وهنا بي دوت ليفت ايكوال ايكوال دل لكن هون ما كان في تفرع خلص بي دوت ليفت ايكوال ايكوال دل بي دوت ليفت ايكوال نال لانه دل ملوش children اصلا otherwise بي دوت رايت ايكوال نال لكن هون p dot left equal equal del yes لكن
بدنا نشوف هالديل اللي إلها children، children تبعه وين جاي، على يساره ولا يمينه. فإذا على يساره فخلي ال p dot left equal del dot left، otherwise خلي ال p dot left equal what del dot right. else هاي لهاي معناته أصلاً الدل كلها على يمين البيرنت بنفس الأسلوب. بدنا نعرف children وين، del dot left not equal null، خلي p dot right equal del dot left، otherwise p dot right equal del dot right، وبجميع الأحوال del يساوي null. نرجع للرسم مرة ثانية. هذا في حالة إذا كان p dot left equal equal del، وهذا إذا كان ال p dot right equal equal del. فبجميع الأحوال بنحكي p dot left equal del dot left أو p dot left equal del dot right. هون p dot right equal del dot left أو p dot right equal del dot right. ماشيين معاي؟ اللي مركز معاي، اللي مش سائلين يعني، اللي مش معانا مش معانا، لكن ماشي معاي فاهمين؟ في حدا عنده سؤال؟ طيب الله يصبر علي لحظة بس اقطع الشيرينج نشوف الشغلة بس بعد إذنكم. أوكي. أكيد واضح للجميع. بضل الحالة الثالثة إذا ما عندكم مش أسئلة، وهي حالة إنه إذا الدل مش ليف وإذا الدل مش has one children only، شو ضل؟ اثنين. إنه يكون has two children مثلاً. خلينا نمحي بس الحالات الثانية اللي هون، أو على الأقل أمحي الـ P والدل، P والدل على الرسمة اللي فوق عشان ما تخربطناش الآن. بدي افترض انه هاي الدل وهاي البيرنت، يعني بعثنا له 90 للديلي، دور من الروت وجدها، استدعى الديليت نود، بعت الان لدل، فهاي صار اسمها دل. الديليت نود سوى فايند بيرنت لدل ودل دوت داتا، واوجد مين؟ البي، رجع البي، فحص دل دوت ليفت ايكوال ايكوال نال اند دل دوت رايت ايكوال ايكوال نال فولس، ايلس اف del dot left equal equal null or del dot right equal equal null false or false false. تمام، وبالتالي أجعل else اللي هي رقم ثلاث أو case رقم ثلاث اللي هي has two children اللي هي case three. برجع عيد، أنا بدأت الكلام بالحذف إنه المقصود من عملية الحذف هو الداتا وليس الادرس، وبالتالي شو تعمل اعمل. وبالتالي بدي احذف 90، اعمل اللي بدك اياه، لكن انا بدي 90، ما بديش اياه في الباينري سيرش تري.
ما في حذف بشكل مباشر to children، راح يرجع عيد العملية من أول وجديد. كيف من أول وجديد؟ راح يبدأ عيد من عند الدلي، لكن قبل ما يبدأ من عند الدلي في شيء اسمه successor. إذا كانت الدلي لها to children يبحث عن قيمة لنود تكون leaf أو has one children only، وهي القيمة تكون مناسبة محل النود اللي أو محل الفاليو اللي بدي أحذفها، بحيث أستبدلها، مش أستبدلها معها، بحيث أضعها محلها. وبالتالي التسعين قد يكون واحد بيقول لك 75 هيها leaf وبتزبط محل التسعين وبتضلها binary search tree. واحد ثاني بيحكي الاثنين وتسعين اللي هي هاي مثلا بتزبط محل التسعين تمام وبتضلها binary search tree وهي has one children 92. عشان ما تصير عملية فوضى في عملية الاختيار راح نلتزم بالسكسسور اللي بيحكي. طبعا find successor هسه بيجي دوره most right to the left children. طبق هاي الجملة على التسعين. آسف لا تطبقوهاش، أنا عكست الكلام 180 درجة. most left to the right children هسه طبقها على التسعين. من هو ال most left to the right children للتسعين؟ اثنين وتسعين أحسنتي. 92 هي الموست ليفت ذا رايت تشيلدرن، يعني كأنه بحكي لي أوجد القيمة لأقصى اليسار لليمين، يعني امشي خطوة يمين وظلك ماشي أقصى يسار حتى تصير الليفت إلك نال حتى يسكر الطريق. هاي ال 92 هي اللي بنحطها محل ال 90. يعني راح تلاحظ بالإلص الثالثة هاي اللي حكينا عنها راح يعرف انتجر إكس ويحكي له find successor. خلينا نكتبها على وسع هون، integer x سو find successor هون يبعث له del.right، يبعث للsuccessor del.right، يعني أعطاه الخطوة اليمين، يعني ضل السكسسور بس يضل ماشي وين؟ أقصى اليسار، بضل ماشي أقصى اليسار بخزنها في x، بعدين بحكي له del.data يساوي x بحط 92. وبالتالي هي دائما القيمة الأقل للجهة اليمين. كيف يعني القيمة الأقل؟ فعليا لو أجبت لك أنا ميثود وحكيتك اكتب لي ميثود يطلع لي القيمة الأقل في الباينري سيرش تري، مين هي القيمة الأقل في الباينري سيرش تري دائما؟ ما هي المينيمم فاليو في الباينري سيرش تري؟ مين؟ الأخر واحد على اليسار. آخر واحد على اليسار، أحسنت. ومين أكبر قيمة؟ most right. وبالتالي أنت بتعطيه الروت بضل ماشي لأقصى اليمين، هاي أكبر قيمة. كيف عرفت؟ ما هو إحنا بنحكي أقل روح يسار، أقل روح يسار، وبالتالي أقل إشي هو أقصى اليسار، أكبر روح يمين، أكبر روح يمين، وبالتالي أكبر إشي هو أقصى اليمين. فهو شو اللي عمله فعليا؟ هو أوجد أقل قيمة ليمينه وتكون هي السكسسور، أقل قيمة على يمينه. وبالتالي هي 92 حلت محل مين؟ التسعين. وبرجع يعيد من أول وجديد ديلي ويحكي له إيش؟ إكس وديل دوت رايت. طيب ما ديلي دائما بيبدأ من الروت، هالمرة لا، ما تدور لي من الروت عشان ما يلاقي هاي ال 92، أنا بدي يلاقي أي 92. أنا بدي يلاقي لي هاي. خلاص إحنا حذفنا التسعين، لكن صار في عندي تكرار 92 فوق و92 تحت، فببعت له بتصير هاي التري تبعتي كأنها، وببعت للديلي كأني بعيد العملية من أول إيش وجديد، ببعت للديلي اللي هو ديل دوت رايت والفاليو، بحث لي على 92 ابتداء من هنا من هذا الأدرس وليس من الروت عشان يلاقي هاي. ودائما السكسسور
إما leaf أو has one child. مين يحكي لي ليش؟ دائما السكسسور إما leaf أو has one child. مين يحكي لي ليش؟ تيجي آخر لتري أقصى الشمال آخر إشي صح؟ yes. وليش ممكن يكون لها has one child؟ إنه ممكن على يمينها يكون بالضبط. yes 100%. مرام قد إيش جبتي بالمد؟ إذا بدك تحكي. 33. شكرا. طيب. وبالتالي ال 92 أقصى الليفت ما إلها ليفت لأنها هي آخر واحدة في الليفت، وبالتالي أكيد ما إلها ليفت، لكن قد يكون إلها رايت. فالسكسسور دائما إما ليف أو هاز وان تشايلد، إما ليف أو هاز وان تشايلد. وبالتالي برجع معنى الكلام أو الملخص إنه النود اللي إلها تو تشيلدرن أجد بديل إلها، أنا بحذف الداتا، أجد بديل إلها كداتا مناسبة عشان ما يصير فوضى وكل واحد يختار على كيف وداتا مناسب من التري. حكينا بتوجد السكسسور ونلتزم بموست ليفت ذا رايت تشايلد. واحد ثاني بيقول لي طب دكتور بينفع موست رايت ذا ليفت تشايلد؟ نعم بينفع، بينفع أحط محلها الـ 75 بالمناسبة، أو آسف موست ليفت ذا رايت بينفع أحط محلها 88، بينفع أحط محلها 88 لأنه ما most right the left child راح left ما في right، خلاص بتصير هاي السكسسور. نفس الشيء ترى بالمناسبة. كويس السؤال منيح، يعني أجل الكلام مع بعضه. افرض هذا الجزء مش موجود، يعني يمين 92 بس 100، مين السكسسور؟ يعني 97 و 95 و 92 مش موجودات ولا 93؟ 100 نفسها. 100 نفسها 100% محمد، 100 نفسه most left to the right child، رحت على اليمين بدي امشي اقصى يسار خلاص ما فيش يساري نال، وبالتالي بتكون 100 نفسها. فبيت القصيد اني بلاقي الداتا المناسب من خلال السكسسور وبحذف النود اللي هو السكسسور على اساس اطبق عليها اما حاله الليف او هاز وان تشيلدرن. هذا الميكانيزم اللي احنا قاعدين بنحكي عنها اسمها delete by value. طيب في شيء اسمه delete by something else؟ yes في عندي by reference، لكن احنا ما بناخذه هون، احنا فقط بناخذ delete. طيب delete by reference بقلب لك التري كلها، يعني يخربط لك شكلها عشان يحذف لها two children. طبعا بالكود عشان ما ننسى has two children، هاي الانتجر x زي ما حكيت لكم. find successor بعت له الدل دوت رايت، فهو الفايند سكسسور وينها؟ خلينا نطلع لها. اخذ الدل دوت رايت بان وضل ماشي وين؟ اقصى اليسار، ورجع اندو الداتا. الاندو الداتا خزن لي اياها في اكس، بعدين شطب الداتا في الدل الحاليه وخلاها اكس، بعدين قال له ارجع عيد من اول وجديد، وهي المره الوحيده اللي ما بيبدا من الروت، بيبدا من رايت الدل الحاليه، وبلاقي دل جديده ببعتها للديليت نود، وبلاقوا فايند بيرنت جديده لها. اوكي وبحذف. وضحت؟ يعني بالرسمة هون بعد ما يستدعي الديلي بتصير هاي دل وهاي بي، خلص هذول انتهوا راح، بتصير هاي على وضعنا الحالي بتصير هاي has one child، بتصير بي دوت ليفت ايكوال دل دوت رايت. وضحت الفكرة؟ طبعاً أنا من اليوم راح أنزل لكم الباكيج اليوم المساء على التيم، لأنه لحد ما نوصل أنا حكيت للدكاترة اللي معاي، يعني بسبب الظرف اللي صار معاي إنه بجوز أخلص التري، لأنه كان مطلوب إنه الكويز يكون بالريكيرجن والتري، فأنا قلت لهم حسب ما بوصل لأنه ما بضمن أخلص لكم التري قبل، وأنا ماشي حقيقة على أقل من مهل مش قاعد بستعجل لأني تأخرت، فقلت لهم لحد ما نوصل. فلحد ما نوصل الأربعاء الكويز يوم الخميس، صدقا لغاية اللحظة قبل ما تبدأ المحاضرة ما أعطاني ساعة الامتحان، قلت له استثني 11 واستثني 12 ونص فيهم امتحانات، اللوجيك كان الخميس بعدين صار الأربعاء. مزبوط بحكي ولا لا؟ مزبوط تمام. فأنا متابع
وقلت له استثني الساعة 11 في امتحان، استثني 12 ونص في امتحان مش عارف مالية مش عارف ايش الى اخره. فقلت له خليه على الثنتين او الثلاث، لكن لسه ما اعطاني وقت، لكن قدر الامكان نتجنب اي تعارضات معاكم. وطلب منسق المادة ان تكون لغاية اللي هي ما اوصل انا، يعني انا اللي راح احدد وين الكويز بعد ما حد اوصل يوم الاربعاء. بكره ان شاء الله راح نبدا بالترافيرسل اللي هي طرق الطباعه، وهو اسهل من الديليت بكثير، وانا متعمد ما بدات فيه لانه باخذ 40 دقيقه من المحاضره فقط، لكن الوقت المتبقي ما بكفي للديليت فبخرب لي المحاضره. وقلت لا خلي الديليت لمحاضره كامله زي ما عملنا اليوم، الترافيرسل وبقيه الميثودز في محاضره غدا اذا الله اراد. هاي نقطه. من باب العدل انا ورجيت الطلاب بعض الاجابات، ورجيتهم انه يعني مش عارف انا صراحه وين المشكله. يعني مثلا هذا السؤال how many times high will be printed، يعني في اسئله ماشي والله طويله وتحتاج الى وقت، لكن تقدر تعوضها ببعض الاسئله. يعني زي هذا السؤال هاي كم مره بتنطبع، تابع للفور لوب. انا كم مره حكيت انه بتبدا بس الكاونتر الآي يبدأ من X زائد 1، X شو قيمتها يا جماعة؟ مين احكي لي؟ أن تربيع ناقص زائد 1، هي مو ليش زائد 1؟ لأنه هو مبلش من زائد 1 مش لأنه هو بزائد 1، هو الآي الكاونتر أن تربيع زائد 1 ناقص مين؟ مين القيمة الأقل؟ صفر. مش القيمة الأكبر ناقص القيمة الأقل، القيمة الأكبر X زائد 1، شو قيمة X؟ أن تربيع زائد 1 ناقص صفر، ضلت أن تربيع زائد 1. أعطيكم إحصائية بس بسيطة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. فوق احنا مش شايف فوق، دقيقة، 11. 10 طالب. هذا السؤال على بساطة ماخذين فيه صفر. انتوا شايفين انا عندي كيف بنزلوا الاجابات؟ خبي الاسماء شوي. شايفين الاجابات كيف تنزل عندي؟ الثاني ها طلع كم صفر فيه؟ البيج او نوتيشن ما هو بقسم على ان مش اكس ناقص ان. وين راح السؤال؟ انا مش قاعد بجاوب الاسئله، انا قاعد بعالج اشياء معينه. يعني هي ها مش كان اكس ناقص ان مش بقسم على ان، مش ان اس 4 ان تربيع ضرب ان. وهون برضه اللوب اللي داخل x في x n اس 4، طب ما هو على n، ما هو بيمشي x ناقص n. كيف n اس 5 وn اس 3؟ طلع كم واحد فيه صفر؟ عشان تعرف انتوا علاماتكم وين بتروح. ترى هذا مظلل كله أصفار في هذا السؤال، شو رأيكم؟ أنا بعترف الامتحان نعم
طويل، في سؤالين 8 علامات يحتاج إلى تركيز ويعتبروا ضمن الليفل الصعب، أم أنها توصل لطلاب ما يلحقوا 8 و10 من 40؟ وفي والله طلاب بعضهم يعني من اللي بيشاركوا واضحهم كويس بس ما بعرف شو اللي صار، شو اللخمة اللي صارت في الامتحان ما بعرف. على الرغم ها أنا بتكلم عن 20% بالمناسبة، أنا أتحدث عن 20% من الطلاب وأنا هيك متفائل، 80% لا 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 يعنيهم كلامي لأنه أصلا ما اعتمدوا إلا على الجروبات واعتمدوا أنه توصلهم الإجابة لعندهم، هذا مش قاعد بسولف معاهم، أنا بسولف عن 20% فقط وأنا متفائل لما أحكي 20%. من حقك تزعل على علامتك، من حقك أنك بالذات اللي دارس وتعب، لكن 80% للأسف هناك نوع أحيانا تدخل، آسف بهذا المصطلح، الفلسفة، يا دكتور امتحان طويل، يا دكتور امتحان صعب، وهو والله لا يعلم شيء عن بل أول مرة بشوف اسمه بحياته ما حضر، وأنا متأكد أنه ولا إجابة هو جواب من عقله. هاي علامة 8 و10 ولغاية 12 و14 صراحة هاي ما لها علاقة بال إنه الامتحان شو ها في شيء غلط عندك صار. يعني زميلتك قبل شوي والله لا أعلم علامتها أبدا، جاوبت مرة مرتين وثلاث وأربعة وخمسة وشاركت طول المحاضرة، قلت بدي أعرف قد جابت بالمد هذا الطالب، كانت 33. في منكم بيشارك وجايب بالعشرينات 24 أو إشي زي هيك، هذول بحق لهم يزعلوا لأنه هذول تعبوا ومتابع كل محاضرة بمحاضرتها وبده يفهم، مش همه بس إني كيف أجيب العلامة بطريقة صحيحة ولا غير صحيحة. وحكيت لكم من البداية، قلت لكم الداتا ستراكشر مش بس الداتا، كل مادة لها علاقة بالبرمجة، لا تدرس ليلة الامتحان، حلفكم بالله داتا ستراكشر شو تدرس فيها ليلة الامتحان؟ ايش بدك تدرس في الداتا ستراكشر في ليلة الامتحان؟ شو الميكانيزم او الطريقة؟ علموني، انا ما بعرف كيف بدي ادرس داتا ستراكشر ليلة الامتحان واجيب فيها علامة. شو اللي بتدرسوه ليلة الامتحان في الداتا ستراكشر؟ انك تفتح المحاضرة وتشوف حالك لسه فاهم ولا مش فاهم؟ هاي هي الدراسة؟ حكيت من البداية باستثناء تشابتر 1 انه الداتا ستراكشر اذا ما قعد قدام الجهاز وطبقت، وما تحكي لي ما عندي افكار بدي افكار من برا، لا، اذا طبقت لحالك راح تطلع الافكار معك، راح تصير لحالك انت تحكي لو عملنا هيك شو بصير. الداتا ستراكشر والجافا 1 والجافا 2 كل المواد اللي لها علاقة بالبرمجة سواء لغة برمجة أو مادة إلها علاقة بالبرمجة تدرس أثناء الفصل مش ليلة الامتحان. هاي مش مادة تحفظها عشان تدرسها ليلة الامتحان. على العموم أنا لوعدني عند وعد راح أحلكم أسئلة البرمجة السؤالين، لكن خلينا نخلص من المواضيع اللي بدي أشرحها عشان ما نضيعش الوقت. أول ما أعرف موعد الامتحان راح أنزل لكم الإعلان مباشرة على التيم، إن شاء الله تزبطوا بالكويز كم سؤال والله لغاية الآن لم يحدد شيء، أنا يعني كنت مبتعد تماما يعني بالفترة الماضية، كلكم بتعرفوا السبب. فإن شاء الله أول ما أعرف موعد الامتحان، أنا سألته مبارح لسه ما حددوش وحكيت له عن معلومات اللي هو التعارض اللي حكيتوا لي عنها، منكم تواصل معي على الخاص. بكرة إن شاء الله نأخذ الترافيرسل وبعض الميثودز، كيف نعد النودز في الباينري سيرش تري، كيف نعد النودز مع ريستريكشن مع تقيد معين، يعني بعض الأسئلة الزيادة. إذا في حد عنده سؤال إذا سمحتوا يسأل، إذا ما في حد عنده سؤال
راح ننهي محاضرتنا لليوم، وإن شاء الله نلتقي غدا إذا الله راد. الله يعطيكم ألف عافية، ربي يحفظكم جميعا. السلام عليكم.